السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي صحتك يا مولانا؟ الحمد لله. ليا سؤال كده الله يبارك لك. اتفضل. أنا بشتري سيارة جديدة كده يا مولانا، فأخويا بيقول لي لازم نتبع عليها حاجة كده. لا مش لازما. لا يلزم أن لا أكتر حاجة عشان ربنا يكون شرع من الناس كده. اللهم بارك لنا يا رب واحفظنا وسلمنا. بس كده ترخي. طيب إنما الذبح ده ليس يعني من الدفع وكده. لا والله، إن ذبحت وتصدقت على الفقراء وسألت الله أن يحفظها لك، ما في مشكلة، لن يمنعك أحد. جزاك الله خير دعنا مولانا، الله يبارك لك، الله يبارك فيكم. أشكرك، مع السلامة.